تارك حرب شباب، معكم شركية شركة كيج. جاركم فيديو جديد. طيب شباب، فيديو اليوم جايب لكم 10 نصائح راح تفهمك اللعب وتخلي لعبك افضل واحترافي اكثر بلعبة ايباكس ليجند. طبعا كم حد يحكي بشار انت مو القناة هي قناة اخبار، اذا تابعني على تويتر راح تفهم حاليا وضع ملخبط، ما ادري شو اسوي، يمكن ارجع على هالقناة والقناة الثانية خليها للبثوث، ممكن لا ارجع نفس اول اخبار، للحين انا نفسي ما ادري، فخلنا نستنى ونشوف. فبالوقت الحالي خلنا نشوف 10 نصائح راح تخلي لعبك احترافي بلعبة ايباكس ليجند. طيب نبدأ بالنصيحة الأولى. هالنصيحة مو داخلة من العشر نصائح، نصيحة خارجية نوعا ما، لأنه هاي ما راح تفيد لاعبين البي سي، فقط لاعبين الكونسول وبالذات البلاي ستيشن. فأول شيء، إذا أنت متعود إنك تطخ بالآر 1 وتأيم بالال 1، اللعبة جابرتك إنك تطخ بالآر 2 وتأيم بالال 2. للأسف أنا من الناس اللي متعود دائما أطخ بالآر 1 وأيم بالال 1. ففينك تفوت على إعدادات البلاي ستيشن مثل ما شايفين قدامكم هلا، وتروح هنيك وتغيرها وتخلي الآر 2 يصير مكانه الآر 1 والال 2 يصير مكانه الال 1. طيب ضبطت الإعدادات، حاليا شو أفضل نوع اعدادات للايد تحطها؟ هذا بيخلي النقز عندك بضغطة الالوان. خلينا نفترض انك ما غيرت التحكم، عندك شيء طبيعي اللي يطخ ار2 واللي يقيم ال2، فيخلي اللي نط عندك ال1، فراح يخلي النط او النقز عندك شيء جدا جدا مفيد. اذا انت من النوع اللي تحب كل شوي تنقز لما تلاقي ناس قدامك، فانصحك تغير لبامبر جمبر. وفي النوع الثاني اللي انا احطه اللي هو بوتن بانشر. طبعا البوتن بانشر لا، النط او النقز بالاكس بس يخلي لك الكراوتش بالار 3 الانالوج نفسه، ما في داعي تروح وتضغط دائره لما تبي تسوي كراوتش. وصراحه شايف الكراوتش بهاللعبه جدا جدا مفيد، على اي انحناء اي شيء لما تسوي كراوتش راح يمشي شخصيه مسافه جدا بعيده. في بعض المناطق حتى ما فيها انحناء بس الارض تكون رطبه، فلما تسوي سلايد راح تلاقي شخصيه عدى مسافه جدا طويله. فانت شوف لعبك، اذا انت من النوع اللي تحب تناقز كل شوي حط بامبر جمبر، اذا انت من النوع اللي يهمك الكراوتش كل شوي مشان انت اذا كنت بنص فايت او شيء تروح تتخبى اذا حد قاعد يطخك، فحط النوع اللي اسمه باتن بانشر. فاي هاي النصيحة رقم 11. وخلنا نروح للنصيحة العاشرة واللي هي انه اللعبة ما فيها تيم دمج. ادري معظمكم حاليا يعرف انه اللعبة ما فيها تيم دمج، بس اللي اقصده انه ما في اي شيء دمج، لا اسلحة لا قنابل لا التيمت لا غاز لا اير سترايك. فلما تشوف اصحابك بمكان بغرفة محشورين وقاعدين يتضربوا مع ناس، ارمي القنابل اللي عندك، سوي التيمت السموك السام، اذا عندك الاير سترايك اللي الشخصية اللي عندها اير سترايك سويها، لا تاكل هم اصحابك ابدا، ما راح يجيهم اي دمج من عندك. صراحة لما بدأت العب اللعبة كنت نوعا ما متعود على البلاك اوت بكول اوف ديوتي، فما كنت قاعد ادمج، كنت ارمي قنابل شوي بعيد عن اصحابي، بعدين عرفت انه ما في اي تيم دمج باي ناحيه، فهذا الشيء راح يخلي لعبك مريح بشكل جدا جدا كبير. النصيحه التاسعه، انك كل شوي تستعمل السلايد والتسلق. طبعا السلايد قلت لكم من شوي شو الفائده تبعه، في كثير اماكن السلايد راح يفيدك فيها بشكل جدا جدا كبير، بس في شيء ثاني اللي هو الكلايمبنج، انه لما يكون في عندك سطح او حيط روح سوي هولد وراح يتسلق هالحيط. طبعا مو نفس مثلا شخصيه هانزو ولا جنجي بلعبه اوفر واتش الحيط جدا طويل يتسلقوا، لا بس يتسلقوا مسافه كويسه. فلما تشوف قدامك اي حاجز مو تروح يمين او يسار تحاول انك تعديه، لا روح هولد اكس عليه وراح يعديه. لو ما كان شيء جدا عالي شخصي شو ما كانت شخصيتك راح يعدي الحاجز. فدائما استعمل الكلايمبنج لما تكون باي مكان ضيق او جوا مدينه لا تختصر اماكن. النصيحة الثامنة، نظم الشنطة عندك بالأغراض، دائما تخلص من الآمو يلي ما تستعمله. بداية لعبي كنت دائما أي آمو أشوفه قدامي أخذه، وبعدين استنتجت إنه هي مو فورتنايت، هي لعبة نفس كول أوف ديوتي بلاك أوت، ما فيك تاخذ إلا سلاحين، والسلاحين هدول كل سلاح محطوط تحته شو نوع الآمو تبعه. فبكل بساطة تخلص من أي آمو غير الآمو يلي عندك يا أنت أو غير الآمو يلي راح تستعمله بأسلحتك، إلا إذا كان مثلا ما عندك شوت جن وناوي أي شوت، يعني قاعد تدور على شوت جن، وقتها خلي آمو شوت جن عندك احتياطي بحال لقيت شوت جن لقدام. بس غير هيك دائما تخلص من الآمو اللي ما تستعمله، ودائما للشوت جن أو للسنايبر خلي إنه خانة واحدة للآمو فللها وتكفي، ما في داعي إنك تضوع أكثر من خانة، لأنه الشوت جن والسنايبر ما راح تضوع هالآمو الكبير. بينما لأسلحة مثلا الأسالت رايفل أو
انرجي ويبن، لا خلي خانتين من الامو عندك لانه هالنوع من الامو ينصرف بشكل جدا سريع، فخلي يستغل مكانين جوا الشنطه. وغير هيك كمان دائما تخلص من الاتاتشمنت يلي ما راح تستعمله. اذا ما تعرف لما تاخذ اي اتاتشمنت، اذا كان اي نوع من اسلحتك يركب عليه الاتاتشمنت راح ينحط عليه بشكل اوتوماتيكي. فدائما لما تفتح الانفنتوري عندك راح تلاقي اتاتشمنت عليهم اشاره الاكس، تخلص منهم الا بحاله اذا كنت قاعد تدور على سلاح وهالاتاتشمنت للسلاح، بهالحاله خليها عندك. بس غير هيك دائما تخلص من اي اتاتشمنت ماخذ مكان بالشنطة عندك، ومن اي امو ماخذ مكان وانت ما تستعمله اصلا. نصيحة سابعة، دائما سوي بينج لاي شيء بالذات للاعداء. البينج اذا ما تعرف، اذا كان عندك اللي يطخ الالوان بالالتو تسوي بينج لاشياء معينة، مثلا انت رحت لقيت ارمور وكان عندك ارمور وما تبي، اضغط عليه L2 بكل بساطة راح تعمل له بينج، وكل السكواد تبعك راح يشوف وين مكانه وشخصيتك راح تتكلم شو القطعة اللي انت لقيتها. يعني مثلا لقيت شيلد لونه ابيض فاللي هو اضعف شيء، فشخصيتك راح تحكي I found a helmet armored level 1 او level 2 او level 3. فيعني بدون ما تفتح المايك بدون ما اي شيء فينك تقول لاصحابك تعال في سلاح خرافي هون، تعال في ارمور، وراح يحدد مكانه على الخريطة. حتى لو كنتوا فاتحين المايك مع بعض لازم تسوي بينج عشان تحدد مكانه على الخريطة. وهم شيء بينج الأعداء، لما تشوف عدو من بعيد تسوي بينج، تحط إنه انمي، فكل السكواد تبعك راح يشوف عن النقطة اللي انت حددت عليها اللي هي فيها الأعداء. فحتى لو داخل مع أصحابك أو داخل مع عشوائيين، البينج بهاللعبة جدا جدا مفيد. طيب النصيحة السادسة شوي طويلة بس كمان مهمة. اوكي، الارمورات بهاللعبة عنا 3 أنواع، عنا الأبيض الأزرق بعدين الليجندري اللي لونه بنفسجي بعدين الاكزوتيك اللي لونه الاصفر. فالارمور كل ما زاد الليفل تبعه بيزيد 25% هيلث، والارمور البنفسجي اللي هو الليجندري هذا بيكون اقصى هيلث فينه يعطيك اياه، اللي هو بصير عندك الهيلث قدرته 200. طيب شو فايدة الارمور الاصفر؟ الارمور الاصفر يعطيك خاصية زيادة وخواص جدا جدا مفيدة لكل قطعة، راح نشرحها بعد شوي شوي الخواص. المهم بالنسبة للارمور الشيست قلت لكم كل شوي يزيد 25 هيلث لحديت ما يتفلل 100% مع الارمور البنفسجي. وبالنسبة للهلمت الارمور الهلمت عندك الهلمت الابيض بيعطيك ريديوس دامج على الهيد شوت 30%، يعني بيخفف دامج الهيد شوت 30%. عندك بعدين الازرق 40%، وعندك البنفسجي اللي هو اقوى شيء، غير هو والاصفر نفس الشيء بس اصفر فيه خواص. فبعدين عندك البنفسجي او الاصفر بيقلل الدمج على الهيد شوت 50%. طيب الحين فهمتوا انواع الارمورات، فيعني فهمتوا شو الفرق بيناتهم، بس كمان لازم تفهموا هالشيء على اعدائكم. لما تطخ واحد على سواء على هيد شوت او على جسمه راح يطلع لك لون الارمور اللي هو لابسه، وراح يطلع لك كم سويت دمج عليه. يعني لو طخيت على واحد هيد شوت وطلع لك لون بنفسجي وطلع لك مثلا انك سويت دمج برقم معين، فراح تعرف انه قديش نقصت من هيلث هذا الشخص. او لو طخيت واحد على صدره وطلع لون ازرق وبعدين طلع رقم 70، فتعرف انك انت دمجت منه 70 وهو ازرق، فبالتالي عنده الهيلث تقريبا 150 175، فتعرف كم باقي له دمج لحتى يموت. فهالتفاصيل البسيطه جدا جدا مهمه. طيب وغير هيك شو فائدة الارمورات اللي لونها اصفر الاكزوتيك؟ الهيلث فيها نفسه نفس البنفسجي، بس الهلمت الارمور الهلمت اللي لونه اصفر بيخلي عندك الابيليتي والسوبر يعبي اسرع. فاذا عندك هلمت لونه اصفر الابيليتي عندك راح يتعبى بشكل جدا سريع مع الالتيميت. بعدين الشيست الدرع اللي ينحط على الصدر اللي لونه اصفر، لما تفنش واحد، يعني لو واحد مات ورحت سويت الانيميشن عليه انك تفنشه، راح يعبي عندك الشيلد فل. فلو عندك الشيلد ناقص وقاتل واحد لا تفنش عليه بسلاحك، لا روح وفنش عليه بالانيميشن عشان يعبي لك الشيلد بشكل كامل. بعدين عندك الارمور اللي اسمه النوك داون، هاي اللي يكون شكله مربع او شيء اللي لونه اصفر، بيعطيك سيلف ريفايف. لو عندك لون اصفر ومتت عندك فرصه انك تعيش حالك. وبعدين عندك الشنطة اللي لونها اصفر، كمان الشنطة تعتبر ارمور او الباك، عندك الوان الها. فالشنطة اللي لونها اصفر تخليك تهيل بسرعة. لو عندك شنطة اكزوتيك الهيلينج عندك راح تستعمله بشكل جدا جدا سريع. فايه حاليا لما يكون عندك درع اصفر اعرف شو الدرع اللي عندك اياه، وحاول تستغل الخاصية او البيرك اللي بيعطيك اياها قدر المستطاع.
طيب النصيحة الخامسة، من الأرمرات الصفراء للأسلحة الصفراء. الأسلحة الصفراء عندنا نوعين، عندنا النوع اللي يجيك من الباكيجات بس، هاي الأسلحة تكون جدا جدا قوية ويكون إلها الأمو اللي خاص فيها. الأمو طبعا الأسلحة الصفراء هاي ما راح يكون موجود بالإنفنتوري، ما راح ياخذ مكان الإنفنتوري، يكون فيها أمو محدد ولو انتهى الأمو ما فينك تعبيه. فلما يكون عندك أسلحة صفراء استعمل الأمو بحذر، لا تصرف الأمو، وكمان لما تشوف انه الامو قل خلاص بدل السلاح، لانه ما في اي طريقة تعبي فيها الامو. وفي انواع اسلحة اكزوتيك غير هالاسلحة، تلاقيها بالارض عادي، مو شرط تلاقيها من باكج. هاي الاسلحة تكون اسلحة عادية بس عليها كل الاتاتشمنت، مشان هيك لونها اصفر. هاي النوع من الاسلحة اللي ما بيجي من باكجات اللي لونه اصفر، عادي خليها معاك تستعمل امو مثل اي نوع من الاسلحة الباقية. فبس الشيء الغريب فيها انه ما فينك تشيل الاتاتشمنت منها، ما فينك تلاقي سلاح اصفر تشيل منه الاتاتشمنت وتحطه على سلاح تاني نفس كول ديوتي بلاك اوت، لا ما يمديك تسوي هالشيء هون. طيب النصيحة الرابعة هي عبارة عن كم سلاح انصحكم فيه. اول شيء انصح بالشوت جن البيس كيبر للكلوز رينج، افضل من السب ماشين وافضل من الشوت جن المسدس الصغير، فيه 6 طلقات وكمان لو بتأيم فيه بصير الطلقة عندك اياها اقوى، فانصحكم بالشوت جن هاد تستعمله. بعدين بالنسبة للناس الجدد على اللعبة اللي ايمهم نوعا ما ضايع، انصحكم باسلحة ال ام جي وبالذات الاسلحة اللي تستعمل انرجي امو، عادة يكون فيها خزان كبير هالاسلحة. فلو انت جديد باللعبة ولسه ايمك ما هو كويس مرة، انصحك بهالاسلحة. انا صراحة للحين العب فيها لانه ايمي تعبان، فاسلحة ثابتة وفيها امو كتير. لو شفت انه ايمك كويس استعمل أسلحة اللي تكون سكوت رايفل أو بولس رايفل، فيها 3 طلقات 4 طلقات، ودائما تأكد انك تستعمل عليهم البركات اللي تعطيك دمج زيادة على الهيتشوت. فأي نصيحة يعني للكلوز رينج استعمل شوتجن البيس كيبر، لللونج رينج اذا ايمك كويس استعمل اسلحة الطلقتين 3 طلقات وحط عليها البركات، اذا ايمك لسه مو مرة استعمل خلاطات والاسلحة اللي تستعمل انرجي امو. طب النصيحة الثالثة، في شيء عنكم يا اسمه الاكسلريتر. هذا الشيء مخفي ما تلاقي الا جوا الانفنتوري، لو اخذته ما راح يطلع لك من قائمة القنابل ولا من قائمة الاشياء اللي تعبي هيلثك. الاكسلريتر هاد بيخلي الالتيميت عندك يعبي بشكل اسرع. فالنصيحة لو حدا بفريقك عنده الشخصية اللي عندها الالتيميت اللي هو الالتيميت تنزل كير باكج، دائما عطوها الاكسلريتر لهالشخصية لتجيبلكم كير باكج وتاخذوا لوت احلى، لانه كل الالتيميتات لكل الشخصيات حسب خبرتي حسب ما شفت لحد اللحظة يتعبوا بشكل جدا سريع، ما يطولوا جدا الا شخصية الكير باكج. الالتيميت عندها جدا جدا يطول لانه كير باكج وفيه اسلحة صفراء وارمور بنفسجي. فدائما اذا حدا بالفريق عنده شخصية الكير باكج عطوها الاكسلريتر وتستعمله اول باول، ولازم تفوتوا على الانفنتوري لتستعمله، تذكروا ما راح يطلع اليمين او على اليسار، فعادي يكون عندكم اكسلريتر وما تحسوا انه موجود. فلما يكون عندكم دائما روحوا استعملوا مشان يجيكم الالتيميت اسرع، ومشان تتخلصوا من مكانه ويكون عندكم مكان فاضي ما يضل انه اخذ مكان بالانفنتوري عندكم. طيب النصيحة الثانية، إذا بدك تنزل مكان بعيد، إذا أنت نازل ولقيت هوت زون بعيد عنك وتبتنزل عليها، فاللي عليك تسويه أنه أول شيء تنط، أول ما تنط تخلي اتجاه شخصيتك على هديك المنطقة، ولما تكون بشكل مستقيم راح تلاقي عداد السرعة عندك كل شوي شوي راح ينزل. فلما ينزل لحدود 120 اعطيه بوست، ببوست يعني اقصد انزل لتحت شوي، فراح تلاقي انه عداد السرعة عندك ارتفع بشكل جدا سريع لحديت ما يوصل لحدود 135. ارجع خلي شخصيتك توقف بشكل مستقيم، اللي هي انك تقريبا ماشي مستقيم مع الهواء، راح يرجع العداد عندك ينزل لبين ما يوصل 120. انزل مرة تانية عطيها بوست لبين ما يوصل عداد 135، رجعوا ل 120، يعني خليه بين 120 وال 135. راح تلاقي اول شيء انه راح تقدر توصل اماكن بعيدة اكثر، وراح توصلها اسرع من اي شيء تاني. لو مثلا واحد بعيد يبي يروح لمكان بعيد، راح تلاقي واقف فوق دائما ما بيعمل بوست ابدا، لانه خايف انه شخصيته توصل الارض قبل المنطقة. فلا، بهالاسلوب اللي هي كل شوي بوست وتهدي بوست وتهدي، راح توصل بشكل جدا سريع لاماكن بعيدة. والنصيحة الاولى، دائما تذكر لما ما تكون جوا فايت شيل الأسلحة من ايدك، اعمل هولد مثلث شخصيتك راح يشيل الأسلحة من ايديه وراح ترقد بسرعة جدا جدا رهيبة، بالذات بداية الجيم لما تكون جوا مدينة وقاعد تلوت وتروح من بناية لبناية، دائما شيل الأسلحة من ايديك مشان تمشي بشكل جدا سريع وما تمشي ببطيء، بالذات اذا مختار شخصية تمشي نوعا ما بطيء. وكمان بنص الفايت اذا كنت قاعد تدمج شخصية معينة وبعدين تبي تروح تتخبى ورا كفر، شيل الأسلحة من ايديك وامشي واعمل سلايد، صدقني راح تلاقي عندك سرعة مو طبيعية. او لو تبي تروح
تروح تعمل ريفايف لصاحبك او شيء. ونصيحه زياده ما حطيتها من احد النصائح لانه هذا الشيء يرجع لكم بالنسبه لهالنصيحه، اللي هي حاولوا دائما بدايه لعبكم تنزلوا بمناطق الهوت زون. الهوت زون عليها الدوائر الزرقاء، اول شيء اللوت فيها يكون خرافي، اللي هي المناطق اللي عليها دوائر زرقاء او الطيارات اللي تكون موجوده بالهواء. حاولوا انزلوا فيها دائما لحد عشان تعودوا حالكم على اللعبه. اذا انت جديد على اللعبه نصيحه، دائما انزل بهالمناطق، خذ سلاح، اذبح واحد يموت ما في مشكله، ارجع فوت جيم ثاني اذبح اثنين وموت، خلي ايدك تاخذ على الفايت، تاخذ على نظام اللعب، بعدين بس خلاص شوف حالك كويس انزل وين ما تبي. بس لازم بدايه اللعب لتتعود على الفايتنج تنزل بهالاماكن اللي فيها زحمه، نفس تلتد بفورتنايت الهوت زون يتغيروا من جيم لجيم. فحاول بدايه اللعب عندك انزل على الهوت زون، وحتى لو بعدين لو شفت حالك لعيب انزل دائما على الهوت زون عشان تاخذ افضل لوت باللعبه. يا شباب هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى من نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، تشتركوا بالقناه وتفعل زر التنبيهات. وبس كان معكم شركيال وشركه كيش كم فيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.